السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الأول ثانوي الأدبي والثاني ثانوي، تحية طيبة. وبعد اليوم راح نتكلم في مادة الثقافة المالية عن إشي اسمه معادلة الميزانية. اللي بدي إياك تعرف في هذا الموضوع إنه في عندي أنا معادلتين. لما أجي أذكر لك معادلة ميزانية أعرف إنه في معادلتين، معادلة رئيسية اللي هي بتيجي بتحكي الأصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية، وهي واضحة يعني زي بقولوها دايركت، اتفقنا؟ وفي اشي اسمه معادلة، خلينا نحكي حتى نجد متغير مفقود في هذه المعادلة. مثلا بيجي بصيغة السؤال بقول لك الأصول موجودة والالتزامات موجودة، حقوق الملكية مش موجودة، ما بيعطيك إياها، هاي بتحلها دايركت عادي، متغير واحد بكون مخفي في السؤال. في بعض الحالات بيعطيك مرات الأصول مخفية، بيذكر لك قيمة الالتزامات على الشركة وقيمة حقوق الملكية، برضه سهلة. لكن إذا أعطاك متغيرين وبالعادة بيكون بيخفي مثلا الأصول وحقوق الملكية أو الالتزامات وحقوق الملكية، يعني في عندك أنت متغيرين، اتفقنا؟ متغيرين مخفيات. في هذه الحالة راح تضطر يعني تتعامل مع المعادلة الثانية اللي هي بتحكي حقوق الملكية تساوي رأس المال زائد الإيرادات ناقص المصاريف أو المصروفات، اتفقنا؟ طب هذه شو الفائدة منها؟ الفائدة منها إنه أنا لما يكون عندي في المعادلة الأصلية متغيرين مخفيات، اتفقنا؟ من ضمن حقوق الملكية بستخدمها في هذه الحالة، وبس أطلع النتيجة بعوضها في المعادلة اللي عندي فوق. طيب، بالنسبة للأصول شباب، الأصول أنواع، وتكلمنا إحنا في بداية الشرح بداية الفصل عن أنواع الأصول وأنواع الالتزامات حكينا، وحقوق الملكية اللي هو دائما وأبدا رأس المال، اتفقنا؟ الأصول في أمثلة عليها، يعني بذكر في السؤال تم شراء أراضي، تم شراء مباني، تم شراء سيارات، الشركة عندها أثاث، بضاعة، أوراق، اتفقنا؟ جميع هاي شباب الأمثلة هي عبارة عن أصول بدك تفهمها وتحفظها، اتفقنا؟ إذا ما فهمتها وما حفظتها ما راح تقدر تصنف ولا تحل السؤال، هذا مهم جدا. الالتزامات كذلك الأمر، هي قروض طويلة الأجل، قروض قصيرة الأجل، أوراق دفع، دائنون إلى آخره. في صيغة السؤال شباب هون الدائنون شايفين، مش بيقول لك تم شراء سيارة على الحساب، بين قوسين هي دائنون، أو تم شراء مثلا مباني بالآجل، اتفقنا؟ إذا على الحساب وبالآجل هي عبارة عن دائنون. الموضوع برضو المهم جدا لازم يعني تحطه بعين الاعتبار، إنه الأصول والمصاريف بطبيعتها عند الزيادة مدينة. يعني لما أجي أقول أنا تم شراء أثاث، الأثاث أصل، الأصل زاد عندي، اتفقنا؟ الأثاث زاد، لما يزيد بحطه تحت إيش؟ قائمة مدين. لأنه في المستقبل كمان درسين إن شاء الله راح نتكلم عن تحليل القوائم المالية، اتفقنا؟ أو راح نحلل، خلينا نحكي القوائم المالية إلى طرفيها، مدين ودائن، اتفقنا؟ الأصل إذا زاد مدين، والمصاريف إذا زادت مدينة، والإيرادات إذا زادت دائنة، والالتزامات إذا زادت دائنة، وحقوق الملكية إذا زادت دائنة. إذا القيد الحسابي، سوري، القيد الحسابي في المستقبل، بحكي كمان درسين إن شاء الله أو ثلاث، يعني بدك تيجي تحلله طرفين، عندك عملية حسابية شراء بيع إلى آخره، إلها طرفين مدين ودائن. الأصل حكينا والمصاريف إذا زادت مدينة، والإيرادات والالتزامات وحقوق الملكية إذا زادت دائنة. لكن في نقطة مهمة شباب بدك تعرفها وتحطها في بالك، الحساب يبقى كما هو على طبيعته عند الزيادة، اتفقنا؟ يعني الأصل هو بطبيعته إيش؟ مدين ولا دائن؟ وعبارة عن مدين، لا إذا زاد يعتبر مدين، طب إذا قل يعتبر دائن. إذا يبقى الحساب كما هو على طبيعته عند الزيادة، ويعكس عند النقصان فقط، مثل ما قلت قبل شوي إنه أنا عندي الأثاث إذا زاد صار مدين، إذا قل صار دائن. في عندي برضو كمان نقطة راح أتكلم فيها شباب. اليوم راح نتحدث عن معادلة الميزانية، هي معادلة إن شاء الله سهلة وبسيطة، راح ناخذ ثلاث أمثلة خفيفة لطيفة.
بالمستقبل شباب أنا بتمنى منك إنك أنت تراجع الأصول أنواعها وأمثلة عليها، اتفقنا؟ حتى نقدر نحل خلينا نحكي الأمثلة المتعلقة في المادة إن شاء الله الدرس الجاي أو اللي بعده. نأخذ أول مثال خفيف لطيف هيك، بيجي بقول لك بلغ مجموع الأصول، بلغ مجموع الأصول، تبع علي، في إحدى الشركات 20,000 دينار. إذن أنا الأصول عندي 20,000 دينار، هذا سؤال مباشر، ومجموع الالتزامات 10,000 دينار. المعادلة شو بتقول؟ أصل، صح؟ الأصل يساوي التزامات الالتزامات، صح، زائد حقوق الملكية، حقوق ملكية. طيب تبع عليه هون عندك الأصول موجودة والالتزامات موجودة، لاحظ عندي متغيرين، هذا الأول وهذا الثاني، موجودات قيمتهم. المتغير الثالث اللي هو حقوق الملكية غير موجود عندي في هذا السؤال. لما يكون عندك متغير واحد مش موجود، أول شغلة بتروح على المعادلة الرئيسية. خلينا نشوف الحل. إذا المطلوب إيجاد حقوق الملكية، نأخذ الحل، الأصول تساوي الالتزامات وحقوق الملكية. إذا إحنا حكينا هذا معطى بالسؤال وهذا معطاه بالسؤال، طلع عندي هذا غير موجود او غير معطاه خلينا نحكي قيمته في السؤال. تيجي بتعوض تعويض مباشر، شوف السؤال مسأله الاصول 20,000 والالتزامات 10,000 وحقوق الملكيه مش موجوده، شو بتساوي؟ نخلي الطرف هذا لوحده، تيجي تحكي ناقص 10,000 ناقص 10,000، هذه مع حادث طبعا اكيد موجب، مع سالب راح، و20,000 ناقص 10,000 طال عندي أنا 10,000 دينار، اللي هي شو تمثل؟ حقوق الملكية، حقوق الملكية. إذا 10,000 تساوي حقوق الملكية. نأخذ مثال ثاني شوي. إذا علمت أن الالتزامات، شوف شباب هذه الصيغة انتبه منها، أمرات يعني صيغة السؤال بتضيعك. حكينا الأصل تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. حقوق الملكية بدك تعرف هي التزامات تجاه المالك، تجاه التزامات تجاه المالك، ماشي. استخدامات الأموال هي عبارة عن أصل، إذا بتصف المعادلة عندك، استخدامات الأموال تساوي الالتزامات تجاه الآخرين زائد حقوق الملكية اللي هي التزامات تجاه المالك. شو المطلوب منك؟ قيمة الالتزامات تجاه الآخرين، برجع بعيد وبكرر، تبع علي، الالتزامات هذه عبارة عن حقوق ملكية، هذه عبارة عن حقوق ملكية. حقوق الملكية هي عبارة عن التزامات اتجاه المالك، أصلا هيك تعريفها، التزامات اتجاه المالك. استخدامات الأموال هي نفسها الأصول، هي نفسها إيش؟ الأصل أو الأصول. الالتزامات اتجاه الآخرين هي نفسها الالتزامات، الالتزامات. إذا شو صارت عندي المعادلة؟ صارت عندي المعادلة كالآتي، استخدامات الأموال تساوي الالتزامات اتجاه الآخرين زائد الالتزامات اتجاه المالك. يلا الحل، استخدامات الأموال حكينا هي أصول تساوي التزامات تجاه الآخرين زائد التزام اتجاه المالك. طبعا عوضنا التعويض مباشر، 80,000 هيها 80,000 هي الأصول تساوي الالتزامات اللي هي مش موجودة زائد 60,000 اللي هي إيش؟ حقوق الملكية. طبعا تعويض مباشر، بصير عندنا الالتزامات تساوي 20,000 دينار. انتبه لهذا السلايد، الأصول هي نفسها استخدامات الأموال، وعندك
انتبه معي هون على هذا السلايد. إذا معادلة الميزانية، حكينا الأصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. إذا معادلة الميزانية حكينا هي الأصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية، وهي نفسها استخدامات الأموال تساوي الالتزامات اتجاه الآخرين زائد حقوق الملكية أو الالتزامات تجاه الملاك. اتفقنا؟ هذه يعني بدك تكون حاطها بعين الاعتبار في راسك قبل ما تفكر ايش انك تحل. ناخذ السلايد اللي بعده شوي مثال، يعني هذا شوي خلينا نحكي معقد. هو مش معقد، هو راح نستخدم معادلتين لحل هذا السؤال. معادلتين اللي هي تتذكروا السلايدات اللي قبل حكينا المعادله الاولى، المعادله اللي هي الاصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه، وحكينا اذا كان في عندي متغيرين من ضمنهم حقوق الملكيه مش موجود بنعوض بداله. حقوق الملكيه تساوي راس المال زائد الايرادات ناقص المصاريف. خلينا نشوف نحدد المتغيرات، لانه بقول لك قراءه السؤال 90% يعني من الحل. عندك الالتزامات كانت 10,000، ماشي. راس المال 2,500، والمصاريف عندك 1,000 دينار زائد 2,000، قديش صارت عندك؟ 3,000 دينار. اذا المصاريف 1,000 دينار و2,000 دينار 3,000 دينار، وعندك مجموع الايرادات تساوي 15,000 دينار. على ما اعتقد السؤال صار واضح. الموجود او سوري المطلوب ايجاد قيمة الاصول. الاصول تساوي الالتزامات اللي هي قديش الالتزامات عندك هون؟ 10,000 زائد خلينا نحكي حقوق الملكية، لكن حقوق الملكية عندك في هذا السؤال مش موجودة. حقوق الملكية مش موجودة، بتعوض بدالها المعادلة الثانية اللي تيجي بتحكي حقوق الملكية تساوي رأس المال زائد الإيرادات ناقص المصاريف. خلينا نشوف كيف حلينا هذا السؤال. يلا الحل، إيجاد قيمة حقوق الملكية من خلال المعادلة هي ايش بتحكي؟ الحقوق الملكية تساوي رأس المال زائد إيرادات ناقص مصاريف. بدك تعرف إنه حقوق الملكية هي عبارة عن 2,500 رأس المال زائد 15,000 الإيرادات. لاحظوا عندي هون أنا شو عوضت؟ جمعت المصاريف 2,000 زائد 1,000، طلع عندي 3,000 دينار. 3,000 دينار طبعا 17,500 ناقص 3,000 يساوي 14,500 دينار. الآن بنعوض في المعادلة الأساسية اللي هي بتيجي تحكي الأصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية، وبالتالي صفى عندك الالتزامات 10,000 ناقص 14,500 اللي هي أخذناها من حقوق الملكية هون، بعدين صفى عندك الأصول تساوي 24,500. في النهاية يعني نتمنى من الجميع الاستفادة من هذا السلايدات، إن شاء الله الموضوع كان بسيط عليكم. نسأل الله السلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.